كرة القدم السعودية تحولت إلى قطاع اقتصادي كبير يستحوذ على إنفاق تجاوز 950 مليون دولار في موسم الانتقالات الصيفي، ليحل في المركز الثاني عالمياً بعد الدوري الإنجليزي، وليتقدم على أربعة من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا. وفي النتيجة بات الدوري السعودي يضم ستة من أعلى عشرة لاعبين أجراً في العالم، وفقاً لبيانات ذكرها تقرير لشركة كامكو إنفست. هذا الإنفاق ليس مجرد اهتمام بلعبة شعبية، بل تقف خلفه استراتيجية اقتصادية لزيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي، وإعطاء دفعة لقطاعات أخرى مرتبطة به، لا سيما الترفيه والسياحة. الاستثمارات في كرة القدم السعودية تشمل برنامجاً بنحو 2,700,000,000 دولار لتحديد المنشآت الرياضية، فيما تستعد البلاد لاستضافة كأس آسيا 2027 والتقدم بملف لاستضافة كأس العالم 2034. آثار هذه الاستثمارات ظهرت بوادرها في الموسم الماضي بفعل توقيع نادي النصر مع كريستيانو رونالدو فقط، وقبل قدوم الأسماء الكبيرة الأخرى في الصيف الماضي. الآثار المباشرة ظهرت من خلال 28 اتفاقية دولية لبيع حقوق بث مباريات الدوري السعودي دولياً، ومن المتوقع أن تتضاعف إيرادات بيع الحقوق 4 مرات في الموسم الحالي. وكذلك ارتفعت الإيرادات التجارية للدوري إلى 121 مليون دولار في الموسم الماضي، وقفز عدد الحضور في المباريات ب 150%. لكن هناك أثر أكبر يتمثل بالترويج للسعودية كوجهة عالمية للسياحة والاستثمار، وذلك من خلال الوصول إلى القاعدة الهائلة لجمهور كرة القدم عالمياً، والتي تقدر بنحو 760 مليون شاب في سن تتراوح بين 16 و29، وهذه قاعدة تفوق ضعف أقرب الرياضات الأخرى بحسب تقرير كامكو إنفست. الأمر يتعلق باستراتيجية بعيدة المدى للنهوض بالقطاع السياحي، إذ تتوقع منظمة السياحة الدولية ارتفاع مساهمة القطاع في الاقتصاد السعودي من 93 مليار دولار في 2023 إلى 169 مليار دولار في 2032، وأن يضيف 1,000,000 وظيفة جديدة على مدى 10 سنوات.